افصلي على الهسرة اكشب خيسيني مي قاطا يوتمي نم ارفرهيمي اكتي انوئيمي شجرات الخلاص بما رحمك دعوت اسمك الي لأجد رحمة لما علق على الصليب أتيني الرضيع المريض حي الصم كسرا شوكته الآن يا إلهي اغفر لي حسب كسرة صلاحك هو ممدوح في فم الذي يؤمن به ورعي داوي لرعيته قل لله يوم باغي البركة والمجد كما يرضيك والتاري للحسنة تجريح ناقية لبلي سلطان نار أخر مقبول أمام ربوبية أيها الرب المتحنن مع رباوة أجناد الملائكة نسبحك كما يليق بيك بألسن وقلوب ناقية نقول قدوس 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 أنت أيها الرب القدوس خير المائد الكلم رب الصباؤون السماء والأرض من ملكنا من أزمة مملوءة مجدك المقدس وعظم جلالك إلى العالمين نعم أيها الإله اجعلنا أهلا لبركة أقنومك الطاهر لأن لساني قد يبس مع جسمي وليس أنا مستحق لأني غش وقد أفطر وليس لي راحة والآن أنا أحني لك ركبتي وجبي والفاسد صراحة وأبتهل إلي أنت في لي ولا تطرحني أنا الجاهل في أماكن البكاء وشدة المخد مع صرير الأسنان أنت الصالح وحدك أيها الماشي على أجنحة الرياح لا تصنع معي كهفواتي أول من وغشان وظلمة يا من أنت وحدك فائق الجوهر لا تذكر خطاياي أيها الخالق الطبع غير المتجسد أخذ جسدا بكل نقاوة فيا أيها الإله امنحني أن أجد رحمة ونعمة لكي أتناول من جسدك غفرانا لزلاتي خبزا ناطقا وروحانيا وشرابا كريما موقرا وكذلك أتكي مع المتكئين وكل متنعمين في فردوس الفارة.